السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ايجو سمارت ستودنت. دونك في حصة اليوم راح نقدمه الى فرصة تدريبية ممولة بالكامل في كندا. دونك فرصة تدريبية ممولة في كندا، الدولة راح تكون كندا، مدينة اوتاوا، بلدة رائعة جدا. الجهة راح تكون وورلد فود بروجرام، اللي هي منظمة عالمية في غير ربحية في مساعدة يعني الناس يعني اللي ناقصين يعني تغذية وما إلى ذلك، يعني ناقصين تغذية أو الناس ناقصين مساعدة في كندا. دونك الدول المتاحة راح تكون يعني كل الدول متاحة للتقديم. الهدف من التدريب وعمل المنظمة WFP اللي هي World Food Programs، اللي هي برنامج الأغذية العالمية، وهي منظمة إنسانية رائدة في إنقاذ الأرواح وتغيير الحياة وتقديم المساعدة الغذائية في حالة الطوارئ والعمل مع المجتمعات المحلية لتحسين التغذية وبناء القدرة على الصمود والهدف أيضا منها هو تنمية أفكار للقضاء القضاء التام على الجوع. مدة التدريب راح تكون يعني 6 أشهر، ويتم ترتيب موعد بدء البرنامج بينك وبين المؤسسة بعد القبول، يعني انت يتخير وش من وقت الديبلاسي فيه. التمويل هي تذاكر، فيها تذاكر طيران مجانا مع من بلدك الى كندا. راح يكون راتب شهري قيمة $1000 لتغطية مصاريف المعيشة. كذلك راح تكون شهادة إتمام التدريب بعد الانتهاء من هذا التدريب في كندا في أونتاريو أو أوتاوا. دونك تكون يعني عندك شهادة اللي راح تعاونك في مستقبل تاعك وفي الفيتور تاع ليديكاسيون تاعك ولا في السي في تاعك في المستقبل، وغيرها من المميزات يعني تأمين صحي وتذاكر التنقل في البلد او اي شيء اخر، ومنزل وريزيدونس كما يقولوا هنايا، إقامة والى ما وما الى ذلك. ملاحظة، هذه الفرصة متاحة لجميع يعني الطلاب الخريجين من هذه المنحة، ليس بها حد أقصى للعمر ولا تحتاج شهادة لغة إنجليزية أو الفرنسية، ولكن يجب أن يكون الشخص لديه معرفة باللغة الإنجليزية أو الفرنسية حتى يستطيع التواصل مع الأشخاص هناك. يعني ليست يعني obligatory، يعني ليست ضرورية إذا كانت لديك يعني لغة إنجليزية أو شهادة لغة إنجليزية أو فرنسية في هذه المنحة. دونك متقدم يعني ما كانش يعني authorized، يعني تقدر تبعثها تقدر ما تبعث كما تحب انت. دونك ممكن هذه هي المنحة. دونك الأوراق المطلوبة هي CV، سيرة ذاتية كالعادة، خطبة خطاب النية، اللي هي motivation letter ولا شيء الحاجة اللي حفزتك باش تتقدم إلى هذه المنحة في كندا. كذلك يعني الكابوتشا، يعني الابليكاسيون اونلاين في سيت اوفيسيال، يعني ان شاء الله نخليكم في الديسكريبشن، ملء الكابوتشا الاونلاين لهذه المنحة التدريبية. اخر موعد للتقديم راح يكون ان شاء الله في 31 اغسطس 2020. دونك هذا هو موعد لتقديم المنحة.
بالنسبة للملاحظة، يعني ملاحظة للقناة يعني أو القناة تاعنا أو قناة منح أو من كل ألوان، وك يعني كفريق يعني مساعد لها، ونحن مساعدين لبعضنا البعض، دونك نقدم يعني خدمة تقديم بشكل احترافي لأي فرصة أو منحة أنت تريد، خدمة تجهيز الأوراق وما إلى ذلك، خدمة تقديم الأفراد أفضل وأرخص الجامعات في أفضل الدول للدراسة في الخارج على حساب الشخصي. إذا تريد أي خدمة من هذه الخدمات سوف يعني تجد يعني يعني المصادر الرسمية باش تتواصل معايا في الديسكريبشن. إعلان رسمي للمحا، راح نشوفوا الإعلان الرسمي للمحا ونعود نرجع. هذا هو الاوفيسيال يعني السيت اوفيسيال تاع المنحة، هذا هو المنحة تاعو، كونتريز، ديلي اوف ستيشن اوتاوا، ديوريشن اوف انترنشيب 6 مانث يعني 6 اشهر، اكسبيرينس تو ستارت ديت 21 سبتمبر 2020، يعني اذا كنت مقبول ان شاء الله في 21 سبتمبر 2020 ان شاء الله راح تكون يعني هناك او تتفاهم معهم في الوقت المناسب لك باش تروح يعني الكندا. كذلك يعني نروحوا دوكا نرجعوا للسيت اوفيسيال، يقدم الان، دونك نكليكو على قدم الان باش دونك تكليكي على قدم الان ديك السيت اوفيسيال. دونك سيت اوفيسيال تام، انت يعني ما عندكش يعني ايميل وباسورد، راح تكليكي على هذه ال الايقونه، دونك كري اكونت، يعني كري اكونت، كري اكونت، دونك كليكو عليها كي نكريو اكونت راح تجيك هذه يعني هذه المعلومات، دونك نعمروها ونعاودو نرجعو.